Good morning سيد. Morning علي. صبحكم الله بالخير الشيوخ أصحاب السمو والمعالي والسعادة. السيارة اللي وراي روز رويز دون، أفخم سيارة كشف في العالم. هذه مش أي سيارة، هذه يسمونها Inspired by Music. مبروك علينا، وصلنا 1,000,000 مشاهدة في فيديو روز رويز فانتوم. إذا ما شفت الفيديو روح تشيك عليه. وفي فيديو ثاني للروز رايز بعد من جاكسون هول من أمريكا، صورنا فيه الروز رايز كيلينن الفور ويل، الدفع الرباعي من روز رايز. ولكن نرجع لهني، السيارة الأفخم الأرقى. هذه السيارة ليش هي أفخم سيارة في العالم كشف؟ لأسباب عدة، ومنها أنه أول ما تركب السيارة هذه أو تسوق السيارة هذه أو تكون حوالين السيارة هذه، ما في شيء يخليك تقول تصدق لو سووا لك المساحة أكبر، لو كبروا لك السيارة أكثر، لو عرضوا لك السيارة أكثر، لو غيروا، ما في شيء، ما في شيء تقدر تضيفه. سووها بيرفكت. يعني إذا أنت كان عندك الفلوس الكافية، هذه أفضل سيارة كشف تقدر تشتريها. إذا ما كانت عندك الفلوس، هذا شيء ثاني. ولكن هذه the best convertible في 2018 money can buy. الشيء اللي أفضل عن هذه، إذا تبى تشتري كشف تأخذ لك private jet كشف. خلنا أخبركم ونسولف أكثر عن الروز رايز هذه ونحن داخل. ولكن الروز رايز يعني تفاصيل. والسي او مال روز رايز بروحه قال روز رايز هي شيء فخم، قدر وشاء انه صار سياره. يعني لو شفت علامه روز رايز على اي شيء ثاني بيكون فخم، ما بس بيكون فخم، بيكون قمه في الفخام. نفس انتم ما عارفين، عندنا الفانتوم، عندنا الفانتوم دروب هيد، عندنا الجوست، عندنا الريث، وعندنا الدون، وعندنا الكالينن اخر وحده في عيله روز رايز. هذه نفس الريث، ولكن المكينة الجدام 6.6 بدل ما تكون 625 أحصان صارت 563. ليش؟ لأنها إناف، لأنها تكفي. مستعجل على شو؟ على شو مستعجل؟ جير بوكس الثمان سرعات، هذا مربوط بالجي بي اس. يعني لو قدامك لفة، الجي بي اس أو الأقمار الصناعية بتخبر السيارة أنه في لفة وبتختار لك الجير الصحيح أو تجهز لك، خلنا نقول الجير الصحيح. أربع ركاب، ولما أقول لك أربع ركاب، أربع ركاب يركبوا في السيارة هذه مرتاحين. طيب بسيط، روز رايز قامت تنزل وايد سيايير، صح؟ قبل 10 سنين كانوا اللي يركبون السيارة هذه أو يركبون أو يسوقون أو يشترون سيارات روز رايز هم الناس اللي أعمارهم 55، لكن الحين الوضع تغير. باسكور عند روز رايز، فالأعمار صغرت، صار الأفريج أو متوسط أعمارهم 45، فلازم يطلعون لك سيارات متجددة شبابية أكثر. هذا الموضوع صار بعد ما دخلت الشرق الأوسط والصين في السوق وبقوة. القوة الشرائية في الشرق الأوسط شيء خرافي، ونفس الشيء في الصين. طبعا روز رايز مهما سوت، مهما تغير الشكل، لازم الفخامة، لازم التفاصيل، لازم، ما يصير أول ما تدخل فيها السيارة تقعد براحة وأريحية من غير أي مشاكل. تسكر الباب. طبعا السيارة هذه 4 فصوص، فيها نايت فيجن، فيها لين ديباتشر تحافظ لك على المسار، وعندك هيد اب ديسبلاي، وطبعا عندك الكاميرات. هذه انسبايرد باي ميوزك، عندهم انسبايرد باي فيلم بعد، وعندهم انسبايرد باي فاشن. هذه باي ميوزك، فبتلاحظ ان التفاصيل اللي فيها، واهم شيء السماعات عليها روز جولد التاتشز، يسمون هاي السماعات بسبوك اوديو. انت لما تركب دروز رايز ما تتوقع انك بتشوف 1,000,000 فص وما ادري كيف. الموضوع فيري سمبل، الموضوع بسيط جدا. هذه مال المكيف، حلو. هذه اذا تبى يكون بارد كذا، تبى يكون حار بهالطريقه، زين، وذات ست. هذه ما تباها، تسكرها كذا، تنفتح وتتسكر بهذه الطريقه. تبى تقعد في الكرسي اللي ورا، انت شيخ اذا قاعد قدام ولا ورا، الامور طيبه. تقعد في الكرسي هذا، شوف المساحة، شوف المساحة اللي في الخلف. عندك انت الجامة هذه ترتفع وتنزل، شوف هذا قام يتحرك. السماعات هني وتاتشز اللي هي مال انسبايرد باي ميوزك في كل مكان. عندك نفس الموضوع، طح 12 سلندر كذا بوناسة يشتغل. سكر الباب. الجير هني نفس اي روز رايز.
هلا والله بالهدوء والفخامة والسموث. يعني أي مكان أي شارع في العالم يتحول لراحة نفسية لما تسوق السيارة. ماشي رافع الجامات تقريبا، ماشي إزعاج من برا، الكشف ولو هو مسكر يعني مع أنه هو فابريك، ولكن عازل لك الصوت على الخط، ما تسمع صوت. طبعا روز رايز لازم يكون بهذه الطريقة وبهذه التفاصيل. الكشف ينفتح في 20 ثانية، تقدر تسوقه أو تسويه على سرعة 50 كيلومتر في الساعة. ليش أقول لكم مش محتاجة باور زيادة؟ لأن أنت ما أتوقع أنك تبغى تدوس فيها زيادة، ولكن إذا أنت تبغى تصحي ال 12 سلندر اللي هني، تبغى تطير من 0 ل 100، أقول لك 4.9 سكند. حتى لما تروح برزانة ما في موضوع ماشي هالموضوع، السيارة خفة ورزانة طالعالك ورايحة. يعني قعدني على السيت هذا وخذني معاك 2000-3000 كيلو على قعدة واحدة. الراحة كل شيء طالع قدامك عبارة عن فخامة، كأنك تشوف منظر حلو قدامك. وهذا هم روز رايز يوصلك لهذا الموضوع. عشان كذا الستيتشنج اللي هني باليد، فلما تشوفه معواي شوية هذا إذا كان أو مو بسيدة عادي، لأنك تعرف اللي مسوينا مش مكينة، اللي مسوينا شخص. يعيبني في روز رايز تقول لك هذا وكفاية، مش تعقيد فظيع، مش حشرة كثيرة. اللي قاعدين في السيت اللي وراء قاعدين بكل أريحية، هذه فعلا تذكرني بالسيارات اللي كانت في الستينات، السيارات اللي كانت في السبعينات. طبعا ما لحقت عليها زين، ولكن تعرف السيارات هذه اللي ما هم منها الحجم، اوكي حطر الليجروم في السيت اللي ورا كذا. هذه قد سيارات 4 ركاب 4 بيبان. ما خاطر اقول لكم مع السلامه، ولكن كانت هذه اللفه السريعه مع روز رويز دون. اذا ما شفت الفيديوهات مال الفانتوم روح شوفها، او فيديو الكالنن من امريكا من الروز رويز دون، افخم سياره كشف لعام 2018. اقول لك الجميع ثابت